وننتقل لمعالجة الأسئلة المرتبطة بالمحور الثاني. شكرا. الكلمة الآن سيد رئيس الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أود في البداية أن أشكر الإخوة على اختيار هذا الموضوع. أريد أن أعطي بعض التوضيحات حول هذه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وهذا الاتفاق اللي المفروض يكون بيننا وبينه. فمعلوم أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب، وتستند دينامية العلاقة بين الطرفين إلى كثافة المبادلات الاقتصادية والرؤية الاستراتيجية التي يزكيها القرب الجغرافي وعمق الروابط التاريخية، بالإضافة إلى احتضانه لجالية مهمة من المغاربة. طبعا هنالك جالية مهمة من الأوروبيين عندنا في المغرب، الفرنسيون وحدهم 50,000. وقد تسارع تطور العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال العقدين الأخيرين بتوقيع اتفاقية الشراكة سنة 1996 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. وتشكل هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000 الأساس القانوني للعلاقات بين الطرفين. وكان مفهوما من البداية أنه لن يكون هنالك توازن، ولكن أنه سيقع العمل على تحسين الظروف لكي نكون قادرين على إحداث هذا التوازن في المستقبل. كما انخرطت بلادنا في سياسة الجوار الأوروبية منذ سنة 2005 والوضع المتقدم سنة 2008 والآلية الأوروبية للجوار سنة 2014 التي توفر دعما للبلدان الشريكة. وتم توقيع اتفاقية التبادل الحر في المجال الفلاحي ومنتجات الصيد البحري، حيث دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2012. كما وقع الطرفان اتفاقية للحماية المتبادلة للمؤشرات الجغرافية تروم تمكين الجانبين من تأمين مستوى عال لحماية مؤشراتها المتعلقة بالمنتجات الغذائية. وتهديف هذه الاتفاقية إلى تحفيز المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية والسلع الغذائية ذات جودة عالية التي يتم إنتاجها في المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي ظل الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، انخرط المغرب في الأوراش المتعلقة بالتقارب التنظيمي والمؤسساتي من خلال تحديث المنظومة القانونية المغربية وجعلها أكثر انسجاما مع النظام المرجعي للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف ضمان الاندماج التدريجي في السوق الداخلي الأوروبي. ورغم أن التقارب التنظيمي يتطلب قدرة قوية على التكيف مع القواعد والمعايير الأوروبية، إلا أنه يوفر فرصا كبيرة للمغرب لتسريع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والحتى على التنافسية بطبيعة الحال. وسأتطرق فيما يلي إلى وقع المبادلات مع الاتحاد الأوروبي والإجراءات المتخذة لإرساء التوازن في المبادلات الخارجية. سيد الرئيس، يعتبر الاتحاد الأوروبي أول زبون لبلادنا بنسبة 63.6 من إجمالي الصادرات، وأول مزود بنسبة 52.7% من الواردات، حيث بلغ حجم المبادلة التجارية مع هذه المجموعة حوالي 330 مليار درهم سنة 2015. وقد ارتفعت الواردات خلال 2011-2015 ب 22.9 مليار درهم، من 170.2 إلى 193.1 مليار درهم، في حين نمت الصادرات خلال نفس الفترة ب 34.5 مليار درهم، من 102.7 إلى 137.2 مليار درهم. وبذلك فقد تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 10.8 نقطة، منتقلا من 60.3% سنة 2011 إلى 71.1% سنة 2015. وتهيمن المنتجات غير الفلاحية على المبادلات التجارية بين الشريكين ب 85%. هذا فكرة خاطئة، كيظنوا الناس باللي بيننا وبين الاتحاد الأوروبي التبادلات كلها فلاحية. لا، أكثر من 85% مش فلاحية. من مجموع المبادلات منها 56% مخصصة للآلات ومنتجات النسيج متبوعة بالمواد الغذائية والمواد الأولية بحوالي 16%.
وقد بدأ أداء الميزان التجاري في التحسن بصفة خاصة منذ سنة 2014 بفضل تحسن الصادرات ولا سيما الصناعية منها. السيد الرئيس، لقد خلصت الدراسات المنجزة في الموضوع إلى ضرورة اعتماد رؤية متكاملة ومنسجمة للنهوض بالتجارة الخارجية تترجم بسياسات قطاعية مندمجة للتطوير وتنويع العرض التصديري واعتماد خطة للترويج له، إضافة إلى الرفع من القيمة المضافة لمنتوجاتنا وتنويع الأسواق الخارجية. وفي هذا الإطار تعمل الحكومة على دعم النسيج الصناعي الوطني، لأنه الفلاحة اللي كنصدروا اليوم راه هي الفلاحة، ما ولكن الحمد لله الآن بدأت بعض الأمور الصناعية، بعض الأمور بحال الأمور اللي متعلقة بالصناعة ديال السيارات إلى آخره، الكابل غيرها اللي كتصدر من المغرب. ونحن نعمل على دعم هذا النسيج لتقوية العرض التصديري من جهة وتشجيع تكامل الأنشطة الصناعية لتقليص الواردات من جهة أخرى من خلال تنزيل مختلف السياسات القطاعية وجذب الاستثمار الأجنبي والرفع من درجة استفادة النسيج الاقتصادي الوطني منها عبر تشجيع تحويل التكنولوجيا واندماج النسيج الإنتاجي المحلي. ومن أجل ذلك يسعى المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية إلى إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل مع ملائمة الكفاءات وحاجية المقاولات. ولهذه الغاية تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف المتدخلين لإطلاق أكثر من 30 منظومة متكاملة إيكو سيستيم، بمعنى آخر واحد المنظومة اللي مهتمة بواحد القطاع من القطاعات ديال الصناعة، ماشي تلقى الكابل وما تلقاش بعض الآلات، بعض المسائل الأخرى اللي كيحتاجوها الناس مثلا في السيارة، بتمويل من صندوق الاستثمار الصناعي في قطاعات النسيج والسيارات والطائرات والأدوية والكيمياء والميكانيك والبناء وكذا ترحيل الخدمات. كما يتواصل العمل على تعزيز المكاسب الاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية والبداية بمجالات الطاقة المتجددة والسكك الحديدية. كتعرفوا هذه المعاملة معهم اللي كيكون شي واحد بغى يعمل عندنا شي مشروع كنطلبوا منه واحد الجزء من هذاك المشروع يعلموا لينا حنا نبداو نديروه هنا في المغرب ولا يخليه لينا النهار اللي غادي يمشي لآخره. كما تعمل الحكومة على تفعيل إجراءات الحماية التجارية ضد ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد، وتتخذ هذه الإجراءات شكل تدابير مضادة للإغراق أو تدابير تعويضية أو تدابير وقائية، وذلك في احترام من تام للالتزامات الدولية لبلادنا. طبعا كنعرفوا بلي كاين بعض الدول كيدافعوا على الصناعات ديالهم وكيدافعوا على المقاولات ديالهم من خلال التعسف. حنا كدولة راه هاد الأخلاق ما عندناش، ما يمكنناش نعملوا بها، نبداو نكذبوا على الناس، نوخروا المواد ديالهم في الديوانة، نقولوا لهم هاد النقطة ما عندكمش، ولكن في الإطار ديال القانون نعم بطبيعة الحال هما كيدافعوا على الصناعة ديالهم في الإطار ديال القانون، حتى حنا من حقنا ومن واجبنا ندافع على الصناعة ديالنا في الإطار ديال القانون والإطار ديال الشرف لونور لونتيتي. كما تم تعزيز آلية الكشف السريع والفعال لممارسة تخفيض الفواتير وواردات المنتجات المقلدة، وكذا التحقق من منشأ المنتجات المستفيدة من الأنظمة التفضيلية وتعزيز مراقبة مطابقة المواد المستوردة المستوردة للمعايير التقنية والصحية. وفيما يتعلق بدعم التصدير أبرمت الحكومة عدة عقود مع المقاولات في إطار برنامج عقود النمو الموجهة للتصدير الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المقاولات على التصدير، حيث تستفيد من الدعم المالي والمساهمة في تكاليف إنجاز مخططات العمل، وقد حددت 375 مقاولة مصدرة ومؤهلة للتصدير للاستفادة من البرنامج إلى غاية سنة 2017. كما تم وضع استراتيجية ترمي إلى تجميع وتنمية العرض القابل للتصدير من خلال إحداث 55 اتحادا للتصدير خلال الفترة 2012-2015 عبر تقديم دعم مالي ومساعدة تقنية لإنشاء وتعزيز هذه الاتحادات. كما تم بذل الجهود لتبسيط إجراءات التأشير وإصلاح الأنظمة الجمركية الاقتصادية، حيث تم اعتماد قاعدة معلوماتية بورتنيت بغية إنجاز المساطر التجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وهذا راكم عارفين الأهمية ديالو والنتائج يعني السريعة اللي جابها في هذا المجال. وفي الأخير ينبغي الإشارة إلى صدور القانون 1491 الجديد المتعلق بالتجارة الخارجية 7 أبريل 2016 الذي بمقتضى أصبحت المفاوضة التجارية لأول مرة مشروطة بالمصادقة على توكيل تفاوضي يحدد الأهداف التجارية والاقتصادية والسياسية وكذا نطاق التفاوض والطبيعة العامة للالتزامات والمستوى العام للتنازلات.
المتبادلة بالنسبة لكل قطاع، بالإضافة إلى تحديد إجراءات المواكبة الواجب اتخاذها بالنسبة للقطاعات المعنية بالتفاوض، وذلك بناء على نتائج دراسة الآثار. وختاما يجدر التأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة ساهمت في تنويع مصادر النمو وتحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني، وهو ما يستطيع استكشاف أسواق جديدة واعدة، خاصة في إطار الشراكة جنوب-جنوب التي تحظى برعاية خاصة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي هذا السياق فإننا نعمل على دعم التنافسية الوطنية وتشجيع القطاع الخاص من أجل العمل على استثمار الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الحالية والوجهات الجديدة. بطبيعة الحال كان من البداية مفهوم أن هذا الاتفاق اللي غادي يكون عندنا مع 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 الاتحاد الأوروبي ما غاديش يكون لصالحنا من البداية. هذو ناس سبقنا بقرون وعندهم إمكانيات هائلة بطبيعة الحال، قدرة على تلبية الخدمات وكل هذا، ولكن كذلك كان هنالك رؤية تسير في اتجاه أن هذه الاتفاقية سوف تدفع كذلك مقاولاتنا إلى بذل مجهود كبير لكي تستطيع أن تتجاوز بعض الإشكاليات المرتبطة بها وتحسن من تنافسيتها ومن كفاءتها وبإمكانيتها. وأظن أن يعني هنالك يعني وعي تام بالوضعية الحقيقية وحرص كامل على أن نساعد مقاولاتنا بحيث النهار اللي غادي تكون هذه الاتفاقية إفكتيف في كافة مجالاتها إن شاء الله الرحمن الرحيم لن تكون إلا في صالح يعني الوطن كما هي في صالح الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال، فالدنيا مبنية على تبادل المصالح. وشكرا لكم.